هيكون شعارنا لغايه انتهاء المباراتين بتوع الترجي بين الاهلي والترجي، وان شاء الله بفوز الاهلي والتاهل للمباراه النهائيه شعارنا هيكون تعالى نكسب افريقيا. لازم يبقى ده التارجت بتاع لعيبه الاهلي وجمهور الاهلي وكل الناس. الحقيقه ان الاهلي في الاخر نجاحه ووصوله للمباراه النهائيه وفوزه باللقب ده يعني شيء ايجابي جدا لصالح الكره المصريه. استاذ بليغ ابو عايد، تعالى نكسب افريقيا. تعال. يلا. اكيد منورنا. الله يعزك استاذ محمد، اهلا بحضرتك كده ودايما منور. وخلاص يعني ما شاء الله كل الواحد ما يروح مكان دلوقتي وحد كل الناس البرنامج بوكس تو بوكس واستاذ محمد شبانه والجدل والنقاش اللي حواليه وناس يعني بيستغرب برضه حتى مساحه الحريه اللي انت بتبقى سامح بيها في النقاش معاك والاختلاف يعني كل الاراء. لازم تقول الشباب بيزعل بيبقى يعني بيعمل ايه بعد ما بتخلص الحلقه وبتعملوا لنا. والله يا جماعه الراجل متقبل الحوار يعني بيبقى ما فيش اي مشاكل. بالعكس وفي اخر النقاش هو ده شيء الحمد لله يعني حاجه رائعه يعني. النهارده مبسوط زي ما بقول لك كده، كان قبل الحلقه يعني زميلنا ابراهيم الكوري بيقول لنا ابوه كلمني بيقول احنا بتفرج الصبح وبالليل يعني بيتفرج على الحلقه بيشوفها في العاده يعني، فما شاء الله دي حاجه رائعه يعني ما شاء الله، دليل على الاهتمام الكبير والنجاح اللي بيتحقق البرنامج. بركه فيه ان شاء الله من نجاح لنجاح دايما كده. بس مش عايزك بقى عشان برضو الكابتن سيد معوض الكابتن محمد عبد الجليل بتخش انت معاهم برضو في خناقات وصدمات. والله بص تشاجر نقاشي. والله يعني زي ما اقول يعني مش عايز اقول كلام كبير، الاختلاف لا يفسد الود. لا ترى بهزر. بس طبعا شيء طبيعي ان كل واحد له وجهه نظره وخاصه في يعني طبعا. حتى انا دايما بقول يعني احنا 100 مليون ناقد، فعلا 100 مليون ناقد، لانه الشارع ده هو المعيار لينا وكل واحد بيقول وجهه نظر، وجهه نظره تحترم وقد تكون يعني اقوى حتى من لاعب، اقوى من طبعا. من محلل فني. فكل الشعب المصري فعلا يستحق ان احنا عندنا مليون ناقد. النقاش الايجابي يسفر دائما على النجاح وتوسيع المدارك وتوسيع المفاهيم والحاجات، بس اهم حاجه يبقى النقاش مبني على معلومات سليمه، هو ده اهم حاجه. دكتور وليد الحديدي، تعالى نكسب افريقيا برضه. تعالى نكسب افريقيا طبعا، كلنا مع النادي الاهلي وكلنا في انتظار التتويج ان شاء الله. شوف ده وشه وضحك ازاي والنغزتين اللي في وشه. اي فريق مصري انا وراه. انا ضحكت برضه. انا اي فريق مصري استاذ بليغ بيضحك. عندك نغزتين برضه. من اول ما الكاميرا دخلت، انا بس عندي تعليق على الكلام اللي كنتوا بتقولوه. هي احلى حاجه في الكوره ان هي بتحتمل كل وجهات النظر وما فيهاش حقيقه مطلقه، يعني ممكن اتنين يشوفوا نفس اللعيب والاتنين بيفهموا متابعين حتى على المستوى الفني، حتى التحليل الفني. ممكن حد يشوف ميسي احسن لاعب في العالم وحد تاني بنفس القدر من الذكاء والمتابعه والخبرات وكل حاجه يشوف رونالدو، يشوف الظاهره، يشوف مارادونا وخلاف. ممكن حد يشوف حد لاعب هايل جدا وحد تاني يشوفه نص نص. وتغيير المدرب بس كوره واحده، كوره بنختلف عليها محللين ونقاد والشارع كله بيتكلم عن الكوره دي. ضربة جزاء صحيح ولا لا؟ تغيير مدرب، تغيير مدرب في وقتها ولا مش طبعًا. وقتها صح ولا عشان كده هي لعبه شعبيه اولى، لان هي ما فيهاش حقائق ثابته. كل الناس بتقدر تستمتع بالكوره، العامل البسيط بيستمتع بالكوره زي ما الوزير بيستمتع بالكوره. وجهه نظره بتبقى وحسن وجهه نظره فعلا قريب والغير متعلم وكل الفئات السيدات. انا دايما بقول كره القدم هي لعبه القصور وايه والقبور. يعني هي اللي ساكن في القصر بيحب الكوره ويشجع الكوره، واللي ظروفه صعبه حتى ساكن في القبور اللي الحمد لله دلوقتي بقت يعني العشوائيات والمساكن والحاجات بقى في طفره ضخمه جدا. هي لعبه كل الناس ورياضه كل الناس. بس برضه يا استاذ محمد يعني في جرس انذار يعني بدنا اتكلمنا كده على 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 الكوره المصريه. انا شايف انه الناس اصبحت تتفرج عليها بحكم العاده لا تستمتع بفنيتها. الناس بتتكلم عن مشاكل الكره المصريه وازماتها وتستمتع بالكره الاوروبيه. لو حضرتك دلوقتي تواصلت مع الاجيال الشباب الصغير مثلا من 10 سنين ل 18 سنه هتلاقي كل واحد يعني الواحد ممكن احيانا يعني حافظ اسماء المدربين واللعيبه وطريقه اللعب والتواجد، وتلاقي المرحله السنيه دي على الكافيهات وخلال وقت الماتشات بتلاقيها بتتابع ونقاش على الفيسبوك. فبدات الكره الاوروبيه تجذب المشاهد اكتر من الدوري المصري كفنيات. بس لكن يبقى الدوري المصري مش يعني عشان انا اقطع عليك برضو، انا لا ما بقولش الدوري المصري بعد، بس الناس برضو فكره الشباب لا الاستمتاع بالكوره الاوروبيه بدات تبقى اكتر. هقول لك على حاجه بالارقام. يعني مثلا احنا في بوكس تو بوكس احنا بنهتم اكتر كتير جدا بالشان المحلي وبالانديه الجماهيريه اكتر كمان عشان برضو الحق يقال. يعني لما احنا بنوصل مشاهداتنا الشهريه بتعدي 100 مليون ما شاء الله. احنا بنتكلم بارقام بقى، مش بنتكلم يعني ارقام مرصوده رسمي، حاجات تكنيكال كلها. يعني معدل الاعمار السنيه ال 40% تقريبا من المشاهدات من 15 ل 30 سنه ما شاء الله.
خد بالك، وما اعرفش 30% من 30 ل 45 و20% من 45 ل 65 و10% من 65 وما فوق، يعني يظل برضه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري بس ده حكم العاده وأسوان. وحكم الاكتر منه حكم الناحيه الفنيه. احنا يعني بدا، خلي بالك لو برضك لو هتحسبها على فكره الاهتمام بالدوريات الاوروبيه ومتابعتها، لا بدات الامور تتغير طبعا. خد بالك لان دي برضه لها عوامل اخرى كتير، زي مثلا البلاي ستيشن. اه طبعا كل الناس بتلعب بلاي ستيشن، كل الناس عندها معلومات واسماء ولاعيبه وان حافظوها من البلاي ستيشن كده يعني، وده حاجه ايجابيه مش وحشه. بس تظل الكره المصريه محط اهتمام والانظار واخده مساحتها. ما بس بص ما فيش كلام يا جماعه. طب فنيا بقى اقول لك انا بقى الاهم، قول لي فنيا شايفها فين يا استاذ محمد؟ كناقد انا شايفها فنيا فين؟ بص الاهم قبل الفنان من وجهه نظري انا انه برضه الجمهور يبتعد شويه عن التصنيف اللي بيحطه للوقت للناس. يعني بليغ قال دي اصله زملكاوي، خلاص شبانه قال دي اصله اهلاوي، وليد قال دي اصله محلاوي، علي قال دي اصله اسماعيلاوي. لا يعني دايما الناس لازم تتفاعل وتتحمل دايما كل الاراء، وتفهم ان المساحات مفتوحه لكل الناس، وتناقش الراي وتناقش الراي بالظبط كده. وطبعا انا معاك ان في جزء المسؤول والاعلامي بقى جزء من الترند وعاوز التواجد. ما انا بقول لك ده برضه ما نعرفش مسؤوليتنا احنا المسؤولين. ده بالعكس، ده انا بقول لك ده كنت لسه هكمل. احنا في جزء كبير مسؤولين عنه طبعا، في ان احنا برضو بقينا او مش كلنا يعني، في ناس بقت تتجرجر ورا الترند انه ازاي يرضي الجمهور بكلمه كده او كلمه كده. فاتمنى بس ان احنا الكوره عندنا عظيمه، الجماهيريه عندنا عظيمه، المنشات عندنا عظيمه، عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا كبار جدا. لو بتقيم على المستوى الفني احنا عندنا لعيبه كبيره جدا، احنا عندنا دوري قوي جدا، بس احنا بنقيسه بشويه تحكيم، شويه تحكيم غلط، النقل التلفزيوني مش عاجبك، بس احنا فعلا عندنا كوره كويسه. برضه يا محمد الدوري المصري كويس. حتى الان اسمه دوري رابطه المحترفين، مفيش راعي برضه للدوري المصري. لا يعني في اخطاء، على حاجه في اخطاء وفي حاجات موجوده برضه لازم يعني عارف ليه؟ لان الانديه بتبيع لنفسها ومع بعض بتبيع لنفسها غير بره. بس اقول لك على حاجه، مباراه كاس السوبر في الامارات الاهلي وبيراميدز، حتى كمان مش الاهلي والزمالك، يعني تخيل لو الاهلي والزمالك اللي قبلها كانت عامله ازاي. فالاهلي وبيراميدز كان شكلها عامل ازاي تنظيميا وفنيا وكاداء لعيبه في الملعب؟ سيبك من الاحداث يعني، نختلف ونتفق البن عمل كذا، ده قال كذا، وكلها برده كانت يعني مش اوفر يعني، برده في نطاق انصدام بين شيكابالا وحسين الشحات، ما اعرفش مين عمل ايه، دي حاجات بتحصل يعني. لكن البورتريه معبر جدا عن الكره المصريه بشكل ايجابي جدا، ومستحيل من ناحيه الجماهيريه ومن ناحيه التنظيم، والناس مبسوطه بيك هناك جدا، ومن ناحيه الفنيه كمان بعيدا حتى عن العلاقات. وطبعا جزء ان الامارات ومصر بينهم يعني تاريخ ومحبه تخلي طبيعي ان احنا ننظم الاحداث دي، لكن هم كمان الناس في الامارات ناس بيستثمروا في الرياضه، فمستحيل ينظم ويكون حريص انه يقعد 4 سنين او يمضي الا لو كان مستمتع وكسبان وانت كسبان طبعًا. فانت طبعًا. عندك سلعه تقدر. انا عندي راي انه احنا عندنا امكانيات حقيقه في الكره المصريه، في الانديه المصريه، وفي محيط الكره المصريه يخلينا الدوري رقم واحد، حتى اعلى من الدوري السعودي اللي احنا بنتكلم عنه مع كل هذه الاستثمارات. بليغ بس حط ناقصنا بس الضبطه الاداريه، حط التطوير بتاع الكره المصريه او المكانه بتاعه الكره المصريه تبقى هي الاصل بالظبط، ثم تحتيها مصالح الانديه. انت كل نادي بيحط مصلحته نمره واحد مش مصلحه الكوره يعني. طيب تعالى نكسب افريقيا، يلا الاهلي محتاج ايه عشان يكسب طبعا المباراه صعبه. النادي الاهلي ومش يعني مش معنى، مش بقول انه الحظ يستمر في مساندة الاهلي، مش معنى كده انه الاهلي وحش. الحظ دايما يعني ايه بيدي للحق الافضل يعني، فهو النادي الاهلي محتاج انه حظه، او مش هقول حظ الناس بتزعل، ان الكوره بتحب الاهلي زي ما قلت لك، حتى لو اتابع من اطهر الطاهر للرجاء، طب وبعد كده لحاليا مين كان مجتهد اكتر السنه اللي فاتت في الدوري في الدوري يعني؟ كان الفاز بالدوري كان الزمالك افضل. الزمالك قبل ما يجي فيريرا كان شكل الزمالك عامل ازاي؟ كان طبعا مستواه وحش مع كارتيرو. طب لما جه فيريرا والفريق اجتهد بدا مع كل الظروف بقى اللي احيطت، لو تفتكر طارق حامد ومشكله ابو جبل وكان بن شرقي حصل فيلم كده قاعد على الدكه وبزيز، فاكر القصص مع عبدات جرير. فكر كده السنه اللي فات بعض المباريات للزمالك، المحله في المحله، ما اعرفش التوفيق سند الزمالك طبعا، التوفيق بيسند المجتهد، تجتهد واللعيبه تتلم مع بعض ويبقى عندهم فعلا هدف بيزر. اسمه قميص النادي لازم يعني. الاسماعيلي دلوقتي بقى حمزه الجمل، مش هو نفس الفرقه ونفس اللعيبه ونفس كل حاجه، نفس الظروف ونفس كل حاجه؟ اشمعنى التوفيق سند اللي كانت بتطلع بره مع المدرب السبب بتيجي جون مع ونفس كولر يا استاذ محمد السنه دي لما بدا مع النادي الاهلي،
كلنا كنا بننتقده وتدويره، وقلنا على اللعيبه نفسهم في بعض اللعيبه دي اصبحت لعيبه الاهلي موظفين. مظبوط. لكن بدات لعيبه الاهلي تستعيد مستوياتها مع مدرب جديد، بدات تجتهد، بدات تتم. الاهلي الحظ خدم في البطوله، لكن الاهلي استغل الفرصه. هو الشطاره ان انت ما توقفش عند النقطه دي، تستغل ده، فقدر الاهلي يكمل. دلوقتي الناس كلها بتتكلم على الرجاء وفكره ان هو في نجوم غايبين عنه، ترجي اسف الترجي، وغايبين النجوم عنه كتير، موجودين مش موجودين. ولكن يبقى الانديه الجماهيريه مهما اتكلمت عنها، مهما اتكلمت عنها، سواء يعني نفس فكره زي الانديه اللي في مصر كده، مهما اتكلمت عن الزمالك مستوى متراجع، لكن في ماتشات دي بيبقى شكل تاني. دي احد اهم اهداف الانديه الجماهيريه اساسا، انك تواجه الظروف. طبعا يعني الانديه الجماهيريه خلي بالك، ومباراه واحده يا استاذ محمد، يعني لو في مشاكل وفي ازمات بتقلب الامور تماما، يعني بتعيده على بتحطه على الطريق الصحيح مره ثانيه، بيصحح اوضاعه وبيبقى انطلاقه جديده. فهو برضك هناك في تونس عندهم امل ان هو دي انت بتحذف الماتش تبقى انطلاقه. ماتش مش سهل، ولان انا لكن انا اثق يعني لدرجه ثقه انه النادي الاهلي سيضع قدما في نهائي افريقيا في تونس ان شاء الله. طب وليد، هاخد من كلام بليغ انه التوفيق ما فيش شك، لما تقول قطر الثلاثة ضاع البنات ده توفيق خلاص للنادي الاهلي، لكن الاهلي الان اصبح يفوز عن جدار. يعني الوقت لما الاهلي بيواجه منافس الناس ترشحه للفوز، مش بترشحه عشان توفيق، بقى ترشحه دلوقتي لان هو الاجهز بدنيا، الاجهز فنيا، الاجهز تركيزيا، ذهنيا، عنده تاريخيا عدد، طبعا غير التاريخ، عنده عدد كامل من اللعيبه كلهم في مستوى واحد، بقى عنده يعني السكواد بتاعه كمان اشتمل مش بس الاساسيين، بقى عنده حتى البدائل بنفس قوه الاساسي في الملعب. بتشتقلق لما يقول لك في لعيب مصاب، بتشتقلق لما يقول لك في لعيب غايب. كل العوامل دي مع العوامل اللي بيعاني منها الترجي دلوقتي، هل نقول ان الاهلي بنسبه 100% هيتخطى الدور ده؟ مستحيل تقدر تحط النسبه دي، ولا حتى تحط نسبه 90% لما تواجه الترجي. استاذ بليغ كان بيتكلم عن قيمه الاسم، وخلي بالك يا استاذ محمد، احيانا بيكون التعامل مع ظرف طارئ عند الفريق المنافس بيكون سلاح ذو حدين، بمعنى ان الترجي بقاله فتره متعثر في البطوله التونسيه، حتى قدام شباب القبائل ما قدمش احسن عروض، حتى وفي مجموعه الزمالك برضه صعد، وما الزمالك كسبه هنا لا صعد اول، لكن يعني ما كانش، كان سيء قدام المريخ، خسر قدام الزمالك، صعد مع شباب بلوزداد، صعد مع شباب بلوزداد، بلوزداد كان بلوزداد الثاني. لكن جماهير الترجي في الفتره الاخيره كسبوا، والزمالك كسبوا 3-1، وكان ممكن كمان يزود عدد الاهداف، الوحيد للزمالك كان في المجموعه، وبيكسب المريخ في اخر ثانيه، وبيتعادل معاه يعني بصعوبه، فمسيره حتى الترجي كسبوا، عمل ماتش كبير كمان، عمل ماتش كبير يعني، كان افضل منه في القاهره بكتير، ده اكيد. فهي الفكره انه الترجي عنده مشكله فنيه لا خلاف. الترجي كمان بيعاني حتى من جماهيره في تونس، يعني جماهير الترجي بقت وكانها حمل على الفريق، بتصفر على الفريق في بعض المباريات، في مباراه شباب القبائل الاخيره الاحداث حتى خرجت لعيبه الترجي عن تركيز، يعني الاحداث جماهير الترجي عملت صدمات وخلافه وقصه بعيدا تماما عن المباراه، مش عشان الترجي، يعني كل ده كان امور بعيد عن المباراه. فقد يكون غياب الجماهير بيحرر لعيبه الترجي اللي بيلعبوا بدون ضغوط، يعني وجود جماهير الترجي كان ممكن جدا يكون ضغط على لعيبه الترجي اكتر من لعيبه الاهلي، لان الاهلي قبل كده كسب في رادس وتوج في رادس، وفي وجود جماهير سواء قدام الترجي سواء قدام الصفاقسي، فما عندوش مشكله. لكن اتمنى ان النادي الاهلي يتعامل مع قصه غياب الجماهير او الظروف والغيابات اللي عند فريق الترجي بجديه كامله، وكانها لم تكن، عنده مباراه قدام الترجي مهمه، بدون حضور جماهير، لكن في الاخر بيلاعب بطل تونس، بيلاعب متصدر مجموعته، بيلاعب فريق كان بطل البطوله من 4-5 سنين ومرشح اكيد للفوز بالبطوله. لكن لو بتتكلم فنيات، طبعا النادي الاهلي هو الافضل فنيا على ارض الملعب. هنيجي للفنيات دلوقتي، هل الفيدباك اللي بيجي لك وانت صحفي، بيجي لك الاخبار وانت قاعد في الديسك او قاعد في القسم في المصري اليوم، الاخبار بتجي لك ان لعيبه الاهلي تركيزها عالي؟ يعني هم الاهلي لعيبته دايما عندهم القدره على الفصل ما بين الظروف المحيطه تمام وبين المباراه. انت شايف لعيبه الاهلي هل هترتكن للفكره؟ مفيش جمهور وخمسه مصابين مهمين والكلام ده،
حتى الصحف هناك في تونس كانت بتتكلم والمواقع انه ممكن الكابتن نبيل عبد المعلول يمشي بعد المباراه. هو بالفعل هو اللي بيجي لك بالفعل هو تركيزهم دي الفرصه الاخيره للكابتن معلول مع الفريق. لو لم يوفق هي خلاص هي لن يستمر مع الفريق. لكن فكره ان بس جزئيه لانه كمان متراجع في الدوري طبعا، لان انا فكره الجمهور حتى لو الجمهور مثلا زام على فريقه في مباراه مش يعني مش زي افريقيا ولا حاجه، لكن اكيد كان الترجي جمهوره كان متواجد. يعني مثلا جمهور الزمالك كان زعلان مثلا الموجودين من في ماتش الكاس واحتك بعض اللعيبه، لكن لو في ماتش مثلا في دوري او ماتش حاسم كان حصل. فجمهور الترجي زي جمهور الاهلي والزمالك يعني بوجوده في الملعب بيبقى له شكل تاني داعم طول الوقت طبعا طبعا. وخلي بال حضرتك يعني دايما حتى بيقول لك الفرق التونسيه انه النادي الاهلي وجود النادي الاهلي بيحرمهم زي ما قال الدكتور وليد الاهلي بيفوز هناك. يعني هم بيقول لك لولا النادي الاهلي ودي حتى اتكلموا عنها في الوقت الحالي، يعني لولا وجود النادي الاهلي لكان في الشان الانديه التونسيه في التتويج بالبطولات الافريقيه شان اخر. يعني في قمه تالق الاجيال اللي هي كانت افضل من كده كمان كان النادي الاهلي بيستطيع ان هو يقدر يحقق الفوز. الاخبار حضرتك زي ما اتكلمت النهارده الانباء الجايه من المعسكر، النادي الاهلي النهارده ادى مرانه الاول، النادي الاهلي في قمه معنوياته، في حاله يعني في حاله من راحه من نفسيه وللعيبه يعني غير مش معتاده قبل كده يا استاذ محمد، لان انت بتتكلم على فريق متكامل. يعني النادي الاهلي دايما كان في الوقت ده لو نفتكر كل سنه نقول لك مستشفى الاهلي، اصابات الاهلي، النادي الاهلي بيلعب بس عنده مشاكل في مراكز ايه، يعني طبعا باستثناء طبعا خط الظهر وفي الازمات اللي حصلت في الاصابات في المدافعين، لكن النادي الاهلي لاول مره بتلقاه لا يعاني في التوقيت ده بالذات من السنه من كثره المصابين رغم مشاركته في اكثر من بطوله، لكن النادي الاهلي جاهز من ناحيه الاصابات. التدوير اللي الراجل عمله بقى بيقدر يريح الناحيه الاهم برضو بدنيا، ان دلوقتي الناس كلها بتتكلم عن النادي الاهلي بيقدر يلعب بيراميدز فريق واقف بدنيا مش كويس مش يعني برضو مش قليل، والنادي الاهلي لعب لاخر وقت وكان ممكن يعني وقف كمان تاني ممكن لو نص ساعه تاني ممكن كانت تلعب لعبه الاهلي. فبدنيا كويس، نفسيا الفريق مؤهل بشكل جيد. فكره ان هو طبعا انخداع، يعني احنا دلوقتي هنقول بس ان خلاص دي حاجه ايجابيه لكن ليست الانخداع بيها، ان هو كثره الاصابات خمسه من عناصر اساسيه غياب الجمهور لا طبعا عمل راحه نفسيه للاعيبه النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي لن تكون المباراه سهله هناك، وخاصه ان النادي الاهلي هو كل ما بيتحرك فيه احترام للجمهور، لكن هم دايما في الاشارات الاهلي ان احنا هنفوز وهنكسب، وفي حاله طبعا يعني حتى لو الجمهور غاب عن الماتش لكن الاهلي حاسس انه في اهتمام كبير في الصحف هناك. كل يوميا اغلب منشطات الصحف التونسيه بتتحدث عن ماتش الاهلي، بتتحدث عن اهميه اللقاء ده. انت حضرتك لو تفتكر مش دلوقتي ده لما معلول اتكلم قال لك ايه افضل مواجهه الاهلي، يعني اتكلم بس على ذكر لقب الاهلي الصحف هناك كانت مكسره الدنيا. فمتخيل ان الاهلي دلوقتي موجود هناك، الاهلي بيتصدر منشطات الصحف، الناس هم بيتكلموا ان هو لن تكون مواجهه سهله لبطل تونس، هم عندهم امل ان هو العكس بقى، ان فريقهم يقدر يحقق مفاجاه قدام الاهلي. طيب عشان في ظروف كتير محيطه سلبيه طبعا، وخد بالك والنتيجه الايجابيه هتفوق الفرقه بسرعه بتاعتهم الترجي. طب وليد بليغ قال النقطه اللي خاصه باللياقه البدنيه، يعني ما هو الزمالك لعب افريقيا، بيراميدز لعب افريقيا، ليه بنحس انه يعني بدنيا مش زي الاهلي؟ يعني ليه الاهلي استطاع ان هو على المستوى البدني يبقى بهذا الشكل؟ هل ده نتيجه اجاده اكبر من الطاقم البدني اللي عنده اللي بيمرن، ولا هي مساله التدوير المستمر اللي شغال عليها المدير الفني من اول الموسم، ولا ايه؟ اهم اسباب وصول النادي الاهلي للمرحله دي في كل البطولات اللي بيلعب فيها هي الجزء البدني. الشغل البدني اللي اتعمل من بداية او من نهاية الموسم اللي فات، كنت حضرتك اتكلمت في الحلقة اللي فاتت عن فكرة اراحة اللعيبة، واتكلمت اكتر من مرة فكرة اراحة اللعيبة في وقت كان مهم جدا من الموسم، اللي هو وقت انت قدام خيارين، يا اما تكمل وتبقى في ريسك ممكن تكسب بطولة الدوري او ما تكسبهاش، او تقرر ان انت تريح لعيبتك الاساسيين المجموعة بتاعتك وتكمل في الدوري حتى لو خسرته فانت بتكسب مواسم كتير جاي. مفيش خلاف ان احنا كان عندنا مشاكل في التنظيم والتدخل المواسم، القرار اللي اتعمل في شهر 7 اللي فات بإراحة كل نجوم خسارة الكاس، اتخذ قرار بإراحة النجوم كلهم، كل النجوم في راحة سلبية ويدخلوا على فترة ده كان قرار المصرية. بالعافية أفضل قرار النادي الأهلي خده في السنة، والاعتذار عن البطولة العربية برضه، والاعتذار لا بتكلم على السنة اللي فاتت. لا أنا بقول لك يعني اللي فكرة إن هو أنت بعد كده عشان تريح لعيبتك بتاع شهر 7 بتكمل في الإجراء دي. لو أنت عارف الشناوي كان معترض إن يقعد أصلا أجازة بالظبط، وقعد يقول المنتخب مش المنتخب بالإجبار طبعا ما فيهاش هزار، وده بيحصل. يعني أنا كنت يعني سامع
اكتر من تصريح للعيبه كبار. ومحمد صلاح نفسه مثلا اقرب مثال، مش هضرب لك مثال بلعيبه بعيد، محمد صلاح بالاجبار بعد نهايه الموسم ما بيروحش يقعد في جزيره ولا بيطلع يجي هنا العالمين مثلا ولا بتاع ولا الجونه وبمزاجه، ده مجبر انه ياخد اجازه ويريح ويصور عشان يتصدقوا انه مريح. لا بيتفرج على ده والله العظيم يبقى مدير هايل ده اللي يقول لك لازم تقعد في جزيره وتتصور وانت قاعد. ليه؟ ما هو طبعا لو مديرك قال لك هتتبسط قوي بس ما بتبقاش برضه خلي بالك يعني في مقابل المعمعه اللي طول الموسم الجزيره دي برضه ما بيبقاش بيروحها صلاح كده وخلاص برضه. طب يعني مثلا لو انا جيت القناه قالت لي انت مجبر لازم تروح تقعد في جزيره، ده حاجه رائعه جدا والله، لازم تتصور يا شبانه كلنا موافق جدا. انا بقول اداره القناه موافق جدا لو انتوا عايزين كده، على فكره انا يعني همتثل وهتصور فيديو كل يوم وابعت ممكن وبعد الاجازه بقى اللي هشتغل زوم. ما احنا من غير اجازه احنا بنشتغل يوميا. انت كده الناس اللي بتسمعنا في الكنترول هيشبعك. طب بثبتك يعني مدير حلو ده. طبعا اكيد طبعا. ما هو فكره برضو حتى الثقافه، تعرف الاربيس بيقولوا له يا ريس ما احنا عايزين نبقى كده، عايزين نبقى يوم اجازه بقى على جزيره. ايوه الثقافه حتى ما في جزيره على فكره في جنب الكنترول. أيوة. في اوضه كده عسماها الجزيره، في الجزيره الوسطى بره قدام المدينه برضو. الثقافه برضو بره يعني انت ممكن اللعيب تاني يوم الماتش تلقى اللعيبه بتسهر وبتاع، يقول لك الحق اللعيب احنا في مصر، الحق اللعيب سهران في مش عارف ايه، الحق شفنا اللعيب في كافيه، تبقى كارثه. لكن بره بيخرج بعلم بس هو بره عادي بيسهر. يعني انا بقول لك فكره، ما انا بقول لك فكره الالتزام بقى. يعني حقوقك وواجباتك، حقوقك وواجباتك، لكن ايام التدريب عارف ينام امتى وياكل ايه ويشرب ايه. لاعب محترف طبعا دي شغلانتك وظيفتك بيتحاسب عليها. دي بتبقى وظيفتك. نرجع نكمل الجزء ده. فالقرار ده الاهلي بيجني ثماره، لانه جهز لعيبته اعمدته الاساسيه اللي هي شايلاه بقى الموسم ده، اللي هو لعيبه الاهلي اللي كانوا بعيد عن مستواهم السنه اللي فاتت، لا كان حمدي فتحي وحمدي فتحي الموسم ده ولا حسين الشحات ولا عمرو السوليه ولا ياسر ابراهيم ولا الشناوي، وطبعا الشناوي وكل، وحتى معلول كان مرهق جدا السنه اللي فاتت، مش هو معلول السنه. فكل ده هاني يا راجل محمد هاني الناس كانت بتطالب بالرحيل، ازاي اصلا اتقيد تاني؟ صح. فاكر محمد هاني طبعا الموسم كان يعني هجوم على محمد هاني النهارده بين افضل باك رايت متاخد في تشكيل الجوله وكل المباريات الكبيره لو كان من كاس العالم طبعًا. حتى في كاس العالم كان من ابرز اللعيبه الموجودين ده حقيقي. فده كان قرار لازم تحيي اللي خده، لانه الناس درست ايه اللي الاهلي محتاجه. الاهلي ما كانش محتاج صفقات كتير قد ما كان محتاج يكسب لعيبته موجود، لانه لو جه الاهلي يدور هيجيب مين ديفندر افضل من حمدي فتحي او السوليه او ديانج، هيجيب مين مهاجم احسن من شريف وكهربا، هيجيب مين جناح احسن من شحات، هتلاقي الخيارات محدوده جدا. بس برضه واحد في فلوس عشان يجيبوا مهاجمين يا دكتور وليد، دوروا على مهاجمين بس ما كانت الامكانيات موجوده هم يعني هم ريحوهم برضه كان في يعني مش هيلموا فلوس كاش الدنيا مثاليه اهو كده برضه بطولات يعني. السنه دي فهيعرفوا تخيل بقى لو كانوا جابوا كمان مهاجمين طبعا هيلعب السنه دي كده هيبقى حاجه كان افضل. فما بالك افضل من كده ايه؟ لا هو الاهلي راجل فول مارك ده لا انت بتتكلم، لا انت بتتكلم من اول بطوله كاس العالم. لا انا بتكلم عن بطوله كاس العالم، كان هيبقى افضل في كاس العالم بس انا طلع مربع ذهبي ده الوداد ما دخلش، كان هيبقى افضل في كاس العالم. لا بس الاداء بتاعه كان محتاج يعني كاس الاهلي ما كانش محتاج مهاجم في كاس العالم. وماله مربع دي حاجه يا اسطى، ده ريال مدريد خسر من جيرونا كان من جيرونا ولا من ايه؟ خسر من جيرونا احنا ما قلناش حاجه 4-2 خسر 4-2 لكن ما زال ما زال الاهلي حتى الان عادي يعني اعتبرنا جيرونا. بص الموسم هو قرب يخلص لكن ما زال النادي الاهلي اعتبرنا الريال مشكلته في المهاجم. اعتبر الاهلي الريال في ماتش جيرونا عادي ماشي، مش محتاج مهاجم الاهلي. انا موافق الاهلي مش محتاج لا مهاجم ولا مدافع خلاص. انت عارف الاهلي ما جابش مهاجم عشان ايه؟ رزق كهربا. وما كانش فلوس عشان كهربا يلعب فيرود. تخيل الاهلي لو كان جاب مولي كده مثلا في يناير، شوف يعني ارجع بالسيناريو كده تخيلي، هل كهربا كان هياخد الفرصه دي؟ لا هو بص يعني انا بتكلم بجد بقى قدريا يعني كهربا يعني واضح ان هو اجتهد وحاول على نفسه وربنا كرمه، لانه مفيش واحد يبتعد الفتره دي ويرجع بنفس المستوى ده. الناس كانت متخيله تقول لك ايه مقلب كهربا، اهو رجع هو كهربا ده كله المعمول عليه اللي ده، لكن كهربا من يوم ما رجع هو يعني أنا رجع وزنه مظبوط وجاهز بدنيا يعني كان بيشتغل. بس انا بتكلم على سيناريو القادم طبعا لو مولي كده جه وتالق كان كهربا يفرصه كان هيلعب يعني هو جه عشان يلعب صح ولا لا؟ هل كهربا كان جاي بمبلغ قد ايه 4 5 مليون؟ هل كان هياخد الفرصه دي؟ لا طبعا ولا كان هيعرف يتسوق ولا كان هتعرف تبيعه كنادي اهلي فتستفيد منه ولا هو دلوقتي سيناريو قادم. هو الاهلي كان يقدر يجيب مهاجم بس القدر منعه لاجل كهربا. كهربا اوضحلك المعلومه، كهربا جاي له عرض من الخليج يتخطى ال 5 مليون. طب شفت محمد دولار وحمدي فتحي يعني حتى فكره ان هو دلوقتي زي كده وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم والشحات ومحمد عبد المنعم وبيرسيتا وزيزو دول اللي طالبهم دول المطلوبين في الاهلي جدا في السعوديه وقطر جدا 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 بالمناسبه خمسه دول بالذات علشان دي
يعني نقطة مهمة جدا. السنة اللي فاتت احنا متابعين سوشيال ميديا طبعا، والسنة اللي فاتت كان في كل شوية كده يطلع ان في عرض اللاعب نادي الزمالك فتوه، عرض لزيزو، عرض للوين. اشمعنى لعيبه الزمالك؟ اشمعنى لعيبه الزمالك اللي انتوا بتتكلموا جاي لهم؟ عشان متألقين جداً. عشان فورمه لعيبه الزمالك. الاهلي كان بعيد السنه اللي فاتت، فلما الاهلي هو اللي استعاد فورمته دلوقتي ما بنسمعش الا عن عروض لعيبه الاهلي. نظره اللعيب دلوقتي للسعوديه بالذات هتختلف طبعا. يعني غير الفلوس، رونالدو بيلعب مع ميسي، بيقول لك رونالدو وميسي اتفق ولسه ما مضاش، بس اتفق. كانت الامال الفرنسيه جزمت طبعا، وبوسكيتس اتفق وخلص، رفض ان هو يجدد مع برشلونه. رفض طبعا طبعا، هم اتفقوا. احنا عندنا تقريبا تصريح لبوسكيتس تقريبا. بس انا اقول لك حاجه، الزمالك قد يعني لا يجد بديل سوى رحيل زيزو عشان حل الازمه الماليه. لا انا سيبك، ما انا بقول لك اهو، يعني ممكن زيزو ما تلقاش موجود في الزمالك السنه الجايه. فنان يا بليغ دلوقتي، يعني مع كمان تالق احمد حجازي وطارق حامد جدا، واقترابهم من الفوز بالدوري، اقترابهما من الفوز بالدوري مع اتحاد جد، فده هيرفع من شان اللاعبين المصريين جدا. اوباما متالق في الدرجه الثانيه، وجود كريستيانو رونالدو وميسي احتمال يروح وبوسكيتس وفي نجوم. محمد، تخيل ان الهلال السنه الجايه لو مشت الدنيا زي ما هم عايزين، هيبقى مدربهم لويس انريكي ومعاهم ميسي وبوسكيتس وجوردي البا. طيب ما انا عشان كده بقول لك يعني برشلونه، انه بجانب الاغراء المالي انت ممكن يجي لك من قطر او من الامارات او من السعوديه اللعيب، حتى نظرته طبعا، لانه نظره العالم للدوري السعودي هتختلف. اصبح الديربي دلوقتي اللي كل العالم هينتظر النصر والهلال. بس شوف، الميديا بتغطي الدوري السعودي زي ما بتغطي الدوريات الاوروبيه، يعني عشان رونالدو بس موجود. تخيل لو معاه يعني، تبقى في حاجه برضه، يعني شوف مهما كانت النجوم ورونالدو، لكن يبقى يعني في الدوريات العربيه سبحان الله اللاعب المصري ليه طعم تاني. شوف طارق حامد، الناس قبل ما يرحل للسعوديه الناس كانت بتتكلم عن طارق حامد. لا ده حتى الجمهور اتحاد جده كان، والاول كان محافظ ولاعب كبير، ولاعب كبير محمد، وكان لاعب كبير في السن، وكان خلاص قالوا سانتو، قال لهم حتى لو حصل في المنتخب طارق حامد غير كل المفاهيم اللي كانت بتتكلم عنه وفعلا هناك، حتى هم دلوقتي بقى يقول لك هناك المسمار، يعني مستمر خلاص تاني خلاص، يعني حتى خد الضوء الاخضر لما بيقيموا الاجانب بيتحط جنبيه تشكيله حجازي وطارق حامد مستمر. وحجازي ما شاء الله، يعني اللي اقصده ان النجوم حتى في الدوري المصري ما هيجي لها عروض من السعوديه، نظرتهم للدوري السعودي ما بقتش قصه الفلوس، راح اجيب قرشين، اجيب قرشين وارجع. لا ده انت عشان اشوف واشوف فتحي بيلعب كانك في اوروبا، او عبد المنعم او زيزو او اللعيبه دي بتلعب في دوري فيه ميسي وفي كريستيانو. طبعا حاجة طبعا، حاجه هتبقى عظيمه جدا. نرجع تاني للشق البدني، خلاص القرار اتاخد، لكن الراجل برضه بنى بالظبط. ما هي منظومه، ما فيش حاجه لوحدها بتنجح، هي منظومه. القرار فاللعيبه جايه له مرتاحه، هو كمان ما كان ممكن يستهلكه، بخصوصا ان الاهلي لعب كاس العالم للانديه برضه في قلب الموسم في شهر في قلب المعمعه في شهر فبراير، وكان مضغوط وبدا من دور تمهيدي ما ننساش، فهو اكتر فريق لعب ماتشات في كاس العالم للانديه، لعب اكتر من كل الفرق بما فيهم الهلال اللي وصل للفاينل برضه. ف اذا ما كانش بالظبط، اذا ما كانش مارسيل كولر قدر ان هو يجهز مجموعه لاعب اوكلاند ولاعب تمهيدي وبعدين دور اول ودور اول وبعدين سيمي فاينل وثالث ورابع، لعب اربع ماتشات. ف اذا ما كانش مارسيل كولر عنده الرؤيه دي انه يقدر يجهز مجموعه اساسيه ومجموعه بديله على نفس المستوى، وانه يجهز لعيبه بشكل فردي، يعني اكيد اكيد مارسيل كولر كان ليه دور في مستوى حسين الشحات، مؤكد يعني ان حسين الشحات، لانه حسين حتى هو سليم وبيرسي تاو اشتغل على بيرسي تاو، وطبعا كهربا كان عنده الاراده، لكن في مدرب يقدر يعمل ده. يعني احنا النهارده اي مدرب في العالم اسمه احمد عبد القادر ومحمد متولي ويجهز اربع، يرجع رامي ربيعه بعد ما كان خلاص يعني على لائحه البيع. انت بتتكلم في لعيبه يعني ويخسر كان نجم النادي الاهلي مين في بدايه الموسم اللي كلنا كنا بنتكلم عنه؟ كريم فؤاد. يخسر كريم فؤاد اللي كان بنى عليه الخطه، يلاقي له حل، واكرم توفيق اللي كان يعني اهم لاعب في الاهلي وفي المنتخب او من اهم اللعيبه، يعني يلاقي حل لجبهته، ومحمد هاني يدخل. وكمان طبعا اضافات شهر يناير ما ننساش كان ليها تاثير كبير، لان انك انت حطيت اتنين لعيبه مهمين في خطين مهمين، مروان عطيه جه بقى اساسي ودخل، وخالد عبد الفتاح ورقه جوكر بتستخدمه وقت ما بتكون حابب. فدي فلسفه مدير فني ونجحت لحد دلوقتي. ما بقولش ان كولر هو صانع المعجزات، هو احسن مدرب في العالم، عنده اخطاء طبعا وعنده اخطاء كتير، بس هو مستر الراجل انه بيشتغل وبيحاول يصلح. هل هيقدر يكمل في السكتين دول، ان هو بيشتغل وبيجهز لعيبته وبيجهز فرقه قادره تنافس باساسي واحتياطي، وفي نفس الوقت بيصلح اخطائه اللي ظهرت مثلا قدام سان داون، وراح باصص لنفسه بس وبيلعب بفريقه ومش واخد باله ان قدامه فريق ليه ستايل لعب وليه طريقه اداء، صلحها قدام الرجاء
راح لعب جيم دفاعي بقى. اخطا قدام سان داونز، كان ليه اخطا قدام الهلال هناك وقدام ريال مدريد في اخر الدقايق، طبعا اخر خمس دقايق كان ليه اخطا قدام الفريق حتى البرازيلي اللي لعبه في الثالث والرابع بالميروس مش فاكر فلامينجو اسف فلامينجو، فهو طبعا كان ليه اخطاء في العديد من المباريات، وهو تحمل كمان ضغوط النقد عليه لما كان بيدور واحنا كنا بنهاجمه، فين التثبيت وفين كذا، كنا هاجمناه في اول السيزون لما كان بيدور وبيشتغل على ده. طب نتكلم بقى من الناحيه الفنيه، هل كولر متوقع او متوقع ان هو يتحفظ من بدايه الماتش قدام الترجي فيلعب بثلاثة هاف ديفندر ثابتين، يلعب بخط الدفاع ويحط فيه ياسر ابراهيم لانه هو قوي وكرات العاليه وبيمتاز بها الانديه بتاعت شمال افريقيا، ولا ممكن زي ما بعض الناس اللي دخلت معانا قالك ممكن يبدا بقندوس عشان يفاجئ الترجي من بدايه المباراه، وممكن يلعب بمتولي عشان يلعب كره على الارض ويبني من تحت من بدايه المباراه. بص يا ريس، هو انت احنا كنا دايما في حتى في ماتشات الاهلي والزمالك بدورك بس اللعيب ده ممكن يحصل كذا، بس اللعيب ده يبقى فايق يبقى مستوى. الاهلي تخطى الجزئيه دي، لعيبه زي كده فعلا بوصلوا يعني لنسبه اول 90% من مستواهم اللي كان غائب. كان دايما انت بتقول لك لو حمدي فتحي يعني يبقى في مستوى، لا خلاص حمدي فتحي بقى في مستوى. الشحات اللي هو كان فتره طويله جمهور الاهلي بتقول لك فين الشحات، الشحات بدا خلاص يعني بدا من الاوراق الرابحه. النهارده النادي الاهلي ما فيهوش النجم الاول او الاوحد، في كهرباء بس في نجوم تاني موجوده، ممكن انت ما تستغربش لو ما لعبش بكهرباء، في عنده بدايل. فالنادي الاهلي دلوقتي اصبح فريق جاهز، فاصبح يقدر يأدي في الملعب. يعني انت عندك مروان عطيه ده يعني مهما اتكلمت ان هو اضافه في النادي الاهلي، لا هو وليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي، هيكون ليه دور كبير الفتره الجايه. فالنادي الاهلي في كل مركز دلوقتي عنده مجموعه مميزه. طبيعي ان هو النادي الاهلي زي ما اتكلمنا ان هو كولر يحترم المنافس وقدرته على ان هو بيلعب في ارضه، واتقال عليه في الماتشات اللي فاتت الغلاسه الكرويه او الغتاتة الكرويه، ازاي انت بتلعب قافل على الخصم بس انت ايه بتستفيد من امكانياتك وما تدروش فرصه يعني يلعب عليك. فاكيد ان المره دي يعني اغلب التوقعات ان هو لازم يلعب بالثلاثه في فتحي وديانج وعطيه لازم يبدا بيهم، اكيد ياسر ابراهيم وعبد المنعم طبعا، علي معلول وهاني والشحات وتو كهربا، اعتقد ان هو ده التشكيل اللي هو اللي هيبقى اقرب. يعني رغم تحفظه في نص الملعب كمان في الدفاع هيلعب ياسر ابراهيم؟ طبعا محتاجه، يعني محتاجه دلوقتي هو في الكرات العرضيه بردك، هم عندهم يعني ان كان افتقدوا بردك من العناصر اللي كانت مميزه في النهايه في الناحيه التهديفيه واستغلال الكرات العرضيه، لكن يبقى برضو من احد يعني الاوراق الرابحه ليهم، فلازم يبقى في لعيب زيه متواجد زي ياسر. وياسر الفتره اللي فاتت بدا يعني يستعيد مستواه، وبصراحه يستحق ان هو يتواجد في المباراه المهمه زي دي. انت موافق على انا موافق على ياسر مع عبد المنعم، يعني متولي طبعا كان في اصابه كده عنده، فبرضه هو طبعا موجود في القائمه ومسافر وكل حاجه، بس فكره برضه الجاهزيه بنسبه 100% ممكن طبعا بعد ما سقط في بعد نهايه مباراه بيراميدز، مع انه عمل مباراه كبيره. يعني متولي الناس لو تاخد بالها كان من اهم نجوم الاهلي في ماتش بيراميدز، عامل جيم عالي جدا، عشان كده وقع عشان كده يعني تعب مركز جدا. القندوس اللي لحقه بالعربيه، القندوسي اصلا بيجاز لمشروع بعد ما تزال هيشتغل الجزيره هو في الجزيره في الجزيره جزيره امبابه على طول جزيره استاد القاهره جزيره مدينه نصر بقى فرع مدينه نصر. فاعتقد ياسر في مباراه زي دي ياسر باور بدني اكتر، يعني ياسر لما بيكون عبد المنعم فايق ياسر بيتالق، ياسر في الالتحامات اقوى شويه من متولي، في الكرات العرضيه وفي الرقابه اللصيقه اقوى من متولي. متولي ممكن يحتاجه في ماتش القاهره لانه محتاج يبني لعب كتير من تحت، محتاج حد يخرج بالكوره فيسحب معاه الفرقه، لكن هو في مباراه الترجي بشكل كبير جدا عنده مجموعه لاعبين هيكون مطلوب منهم مهام تكتيكيه ودفاعيه بحت، اللي هم مروان عطيه بشكل اساسي طبعا مع وجود اليو ديانج وحمدي فتحي ومساعدتهم، زائد طبعا قلوب الدفاع، وفي ظهير هيتقدم والتاني هيكون ثابت مش هيطير. مروان عطيه وحمدي فتحي واليو ديانج، مروان عطيه اساسي لازم، ومعاهم مع حمدي فتحي شمال واليو ديانج يمين، هو دي تشكيله وسط الملعب اللي اعتقد هيلعب بيها ماتش الترجي، لانه دي بتديله متولي في الدفاع جنب عبد المنعم. لا انا افضل ياسر، انا افضل ياسر، يعني في الوضع اللي احنا فيه وماتش ترجي بره انا افضل ياسر ابراهيم. وطبعا هاني ومعلول مفيش خلاف، والشناوي وثلاثي هتفق مع الاستاذ بليغ، الثلاثي اللي قدام بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا. وخلي بالك
في وقت من الاوقات او اعتقد يعني انه لو الاهلي اتقدم او لو مشت المباراه بصفر صفر والنتيجه مش في صالح الترجي ممكن جدا شريف في الشوط الثاني والمرتدات مع سرعات محمد شريف كمان يستغله، لكن بدايه المباراه بتكون محتاجه كهربا في وجهه نظري، لان كهربا عنده ميزه اساسيه وميزه رئيسيه يعني هي اللي مميزاه. كهربا افضل مهاجم في مصر بيتحرك من غير كوره وبيظهر لزمايله، وافضل مهاجم في مصر بيشغل الاجنحه حاليا. يعني كهربا عنده ذكاء في التحرك، وبالتالي في ماتش زي ده انت عايز اللقطه دي، انت عايز لاعب يلعب الكوره كويس. هو لا بيعرف يقف كويس والكوره يعني بيعرف تلقاه كده الكوره يعني واقف صح في الكوره بيجيله. بيجيله. انا شايف انه الشحات بالذات الماتش ده ممكن كبديل برضه هيبقى له يعني دور كبير. ما يبداش يبدا بعبد القادر؟ لا ما لا لا مش هيبدا، يعني انا بقول لك حتى لو يعني كان بدا بيه هو او عبد القادر انا اتوقع انه يبدا، بس لو ما شاركش. بس انا عندي احساس وبدا عبد القادر، ما انا بقول لك هو يعني ايه، لو بدا بعبد القادر انا شايف انه الشحات سواء هيبدا او هيشارك كبديل هيبقى له دور. اللي هو الوحيد اللي حتى الان الناس مش مقتنعه ان هو يعني كان مستواه في فتره من الفترات ان هو كان نجم النادي الاهلي، يعني قفشه الناس لسه حتى الان كولر مش لاقي حل اعتقد معاه حتى الان يعني ان هو يستعيد بمستواه، لان هو في يوم من الايام كان ورقه قربها. شايف ان كولر جاهز قفشه ويعتمد عليه جدا الفتره الجايه. بص كولر مدرب عمل كده زي الاجانب اللي هم السوري زي مش هقول استجابه اللاعب يا استاذ محمد، انا بس اقول بيفرق اللاعب ما كلمتش لسه. انا مش عايز اقارن، مش قلت زي جوارديولا ولا زي فلان ولا علان ولا الراجل بتاع وليد قال عليه جوارديولا، وليد مسميه جوارديولا. لا ما انا مش هقارنه بالناس دي طبعا، لكن اقصد ايه يعني انت ما اتفرجت امبارح على ماتش مانشستر سيتي وريال مدريد مثلا، الكره في رجل مانشستر سيتي ال10 بتوع ريال مدريد ورا، الدفاع بيبدا من نص الملعب ببنزيما. يعني انا كنت بقعد اعد واحد اتنين، كنت بعد على الشاشه وطريقه وقفتهم ازاي الكره بتنتقل، وبيلعب فين على للريال بيلعب على ارضه، بتبص تلاقي هالاند في دايره النص وراجع متاخر كمان خطوتين لورا. بقى كل لاعب الكره الحديثه كده حلو، يبقى كل لاعب اصبح الدور الدفاع ان لم يؤديه بالشكل طبعا. وبنشوف صلاح احد اسرار، مش بس بيركع ده احد اسرار اهميته اللي هي ما انقطعتش لمده 6 7 سنين، الدور الدفاع اللي بيقدمه بيهزرش، وده اتعلمه في ايطاليا. ومع مين اتعلمه؟ مع لوتشانو سباليتي اللي كسب الدوري الايطالي واللي الناس اكتشفت العالم مع نابولي، اللي العالم اتاكد انه مدرب كبير. وانا في رايي يعني هو نفس صلاح بيقول كده ليه دور معاه كبير جدا في روما. طبعا اللي علم صلاح يعني ايه تكتيك كوره، اللي علم صلاح يعني ايه تتحرك صح. هو لولا تجربه صلاح في روما تحديدا في الفتره دي صلاح ما كانش هيبقى هو صلاح. خد الصيت من فيورنتينا طبعا. انما فيورنتينا كان لعيب حر وتهدف ومهارات والاجوال والمهارات انما التكتيك طبعا تكتيك كوره هو اسباليتي معروف، هو ده اللي خلاه ينجح. فانا قصدي كده انه الاصباح المهام الدفاعيه ما فيهاش هزار طبعا. قفشه بقى شويه اللي نزلوا الماتش اللي فات شفته لما كان بيرجع ولغايه خط الكورنر، فاكر التاكل اللي عمله طبعا خط الكورنر ورجع، انا فوجئت انه قفشه يعني هو شكل كمان هو كمان اصل واخد الكوره ما عملش فاول. بس في لعيب يا استاذ محمد يعني وعبد القادر في القادر عمل سيف يعني لا ده عبد القادر نجم دفاع طبعا يعني ماتش الرجاء هناك عبد القادر كان له دور كبير جدا جدا في تخطيط معلول ده حقيقي في اكتر من كوره في ماتش بيراميدز انا اسف في بيراميدز في بيراميدز. ما عشان كده بقول لك قفشه. بص اصل انت ما عندكش غير حل واحد، انت هتعتمد على مهاراتك بس، هتقعد تقاوح مع المدرب في الاخر عامل ايه مع موسيماني حتى قعده. انت النهارده مع المدرب ما كنتش هتأدي دورك الدفاع، فشفناه مع عبد القادر ما كانش كده عبد القادر من شهرين صح. شفنا قفشه، فعشان كده بقول لك ان التزام قفشه بالدور ده ما فيهوش هزار لاي مدرب دلوقتي، ما بقاش فيه هزار الكلام ده. وقفشه لسه صغير ويقدر يشتغل على نفسه، قفشه مش عنده 35 سنه وخلاص يعني بيشطب طبعا لسه في عز عطائه. اصل ما عادش يا استاذ محمد الدور بتاع زمان اللي هو اللعيب اللي واقف رقم 10 ويستلم ويمرر. كانت مشكله فيريرا مع يوسف اوباما موجوده في العالم كله. فاكر يوسف اوباما كانت مشكله فيريرا اداء كان الاداء عاوز يلعب على الاداء الدور الدفاعي وما بيتحركش وما بيدافعش بس يعني بيبقى برضو اللعيب في لعيبه يا استاذ محمد بتبقى استجابتها سريعه وبتطور نفسها وبتقدر قيمه المكان الموجوده فيه خد بالك هتمشي طبعا طبعا. ما هو قفشه مش مهما كان الاسم ان مش هتأدي الادوار هتفضل ليك الجماهيريه والشعبيه وكل حاجه بس مش هتكمل
بص اهلي وزمالك طبعا كام لعيب كان جماهيري دي انديه لا تقبل الا الفوز مع الكره الحديثه مع اللياقه البدنيه العاليه مع انت بتقابل دلوقتي فرق بقت تعمل لك مليار حساب وحتى لو حصل تراجع بيحصل غربله والفريق بيرجع تاني يعني النهارده الراجل المدير الفني للزمالك راجل كان هيتجنن النهارده في التمرين بيقول لهم انا مش ده يعني شوف المستوى اللي فات بس انا مش ده اللي شفته يعني حتى المستوى بتاعكم انتوا كنتوا في تراجع بس مش ده المستوى مش المستوى اللي شفته الراجل هو لسه الراجل برضه تجربته لسه بس جديده بس هو لسه يعني حتى الان يعني برضو هو لعب كم ماتش يا استاذ محمد برضو يعني استكشافه اللعيبه لسه برضو انا معاك في كل ده طبعا وانه تقييمه دلوقتي غير جائز معاك مليار في المية بس انا اقصد ايه هو راجل عنده خبرات عظيمه ده راجل مره من المكسيك ومره من باراغواي تمام اشتغل كمان وخد دوري في تمام هو لا هو راجل تاريخه كويس ما حدش يقدر ينكره يعني مش كويس بس انت اتمرنت منتخبات تمام تمام مش يعني مش مدرب سهل فليك خبرات كبيره اقصد انت عارف جيت وعارف ان في تراجع فني وفي احباط جماهيري وكنت عايز تعوض في كاس السوبر الاداره اخذت قرار تمام هو نفسه كان نفسه عاوز يلعب كان عاوز يلعب وبعدين جالك ماتش بروكسي والفرقه مرتاحه بلا من ماتش سيراميكا كام يوم 8 9 ايام متهيألي من فتره 10 ايام ابدا بالتشكيله بتاعتك اللي انت عمال تغذيها في التدريب وخد الثقه وادي فرقتك ده اللي قصدي لا انت بتغذي الوقت مش انت قاعد بتدي تاكتكس بقى لك 15 يوم اللعيبه بتاعتك انا كان قصدي كده انت اللعيبه مرتاحه كده كان لازم تستعيد ثقه الجمهور يا بليغ في الماتش ده ما تديش فرص تقول له خد الاوساسونا ده اسمه ايه الواد سامسون بنسى اسمه سامسون ده مستحيل يا راجل انت ده هو نفسه انا عرفت في التمرين قال ازاي ده بيلعب في الزمالك هو نفسه قال قال انا بس احكي انت كنت بتكلم يعني من الحاجات اللي بنقول على كولر اعاده اكتشاف لعيبه فراجل مين كان يتخيل انه مستوى الزمالك انا اسف يعني لو كان الزمالك مش بالناشئين ما ينفعش الزمالك يبقى مستواه بالشكل ده فهو الراجل بدا الماتش ده بيحاول فرصه ان هو يشوف مين تاني غلط. ممكن يستفاد منه الفتره الجايه انا قصدي ايه انت ترجع ده احنا كنا مراهنين انا الكابتن عبجيل الاربعه الكابتن عبجيل الاربعه ليه لان هو باني على فكره ان الراجل طبعا. لا الراجل عايز ينزل يكسب وفريق درجه ثانيه وتستعيد ثقه الناس جمع الجماهير حواليه جاب العكس انا استغربت التشكيله حتى الونش قاعد جسيف الجزيره طب قاعد ليه ما انت قاعد 15 يوم الفرقه مريحه ولا 12 يوم عدد ايام كبير وقعدت تغذيهم انت محتاج سبع لعيبه يرجعوا تاني مهتم بالتشكيل الاساسي اكيد بتاعك فده كان قصدي فهو غلط في دي وانا اعتقد لو اتكررت مش هيعملها لا هو يعني النهارده زي ما تقول هزر عين حمراء اللعيبه قال لهم مفيش حد عندي اسم فلان او فلان اللي مش هيلعب في الزمالك مش موجود انا عارف انه في مشاكل وفي الاداره لاعبكم الماركه اللي مش هيلعب انا ماليش دعوه غير بالملعب بص والاداء داخل الملعب ماليش دعوه بحاجه تاني محمود شبانه هيبقى عنده مشكله مع الراجل دي في انه يرجع تاني يظهر في التشكيل الا لو كان مضطر بالحج نفس الكلام انا قلت لك المره اللي فاتت بالحج هو طلب قال لك خلاص مش عاوزه ينهي اعارته ما انا بقول لك سامسون نفس الكلام حسام عبد المجيد حتى لعيبه اساسيه لازم تراجع نفسها يعني حسام عبد المجيد بقاله شعر حسام يعني سيد عبد الله انا مش عارف حسام ايه اللي حصل يعني حسام كان في وقت من الاوقات انت راجل بيلعب في لعب منتخبات بس كابتن احمد عيد قال جمله فنيه امبارح برضه ما اعرفش انتوا توافقوه فيها ولا لا هو قال انه حسام عنده بطء شويه في الحركه في اللعب بتاعه فهو كان مش متداري بس كانت مناسبه جدا فيريرا لما لعب بثلاثه في سردباكيه لما ضم المسلوسي جنب الونش جنب حسام ففرقت جدا معاه فلما لعب اربعه جنب كمان محمود شبانه بطيء برضه كاشف بيلعب عليك صح بقى بيتضرب بسهوله بجانب برضه عشان الحق يقال ان الولد برضه لعب عدد كبير من المباريات هو اساسي منتخب الاولمبي فهو برضه معسكرات وشغل المنتخب الاولمبي زائد ان تراجع حاله وسط الملعب كمان مستوى برضه استاذ محمد هو في نص ملعب امبارح هو عنده تراجع نص ملعب ايه هو عنده افضل من كده يعني حسام بصراحه طبعا مستوى افضل من كده الدولي حسام طبعا عنده مستوى افضل من كده بس اقصد اقول لك وبالذات بيتالق مع الونش يعني لما يكون الونش بيلعب جنبه الونش يعني بيسنده طبعا الونش شيء فانا انا بقول لك ده خطا سوري انما هو غضبان طبعا غضبان يعني هو الراجل طبعا اللعيبه بتهزر يا راجل ده لو من غير مدرب ومن غير خطه ومن غير كلام وقلت له انزل اكسب ثقه الجمهور تاني في ماتش زي ده ينزل ياكل النجيله يا راجل ده كانت هديه من القدر ان الزمالك وقع في بروكسي يعني مثلا خلي بالك قرعه الدوري قرعه كاس مصر الدور ده عملت ماتشين
فرق دوري ممتاز قصاد بعض. يعني مثلا اسوان لعب الداخليه، غزل المحله لعب حرس الحدود. تخيل بقى لو مباراه زي دي مثلا الزمالك كان هو قدام فرق زي السكه مستواه دلوقتي ما يقلش عن السكه مثلا ما يقلش عن اسكندري جدا في اسكندريه ما يقلش عن مستواه في عن اي نادي في الدوري. خسران ضربات جزاء سوري خسران في وقت الاضافه 2-0 طبعا مع الاتحاد في اسكندريه. انا هسالك عن الحكم بمناسبه ان فتحت انت الكلام عن بروكس مش اللي فاتحه. تمام وليد عبد الرازق ومش هعلق هطلع بعدها فاصل تمام عشان بس هسيبك لرايك انت تقييمك ايه للحكم وليد عبد الرازق. بص انا اقول لك حاجه، انا تقييمي لرئيس لجنه الحكام انا اول قول للحكم الحكم انا بقول لك اهو ان الراجل يطلع ياكد ان هو يعترف بوجود اخطاء فدي بدايه تصحيح مسار التحكيم. الحكم اخطا الحكم مباراه اللي ياكد لجنه الحكام يعني ان هو اتقال ان هو في يعني وتم الاعلان خلاص انت في حاجه شايفها ما تكبرش يعني ما تكبرش. لا الحكم كان مستواه يعني يعني ما ينفعش ده 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 يعني في الماتش ده يعني المستوى الحكم ده كان مستوى سيء للغايه بايا كان هو حتى في ضرب الجزاء في حالات طرد لا كان اخطاؤه مؤثره يعني الحكم لا والغريب مش اخطاؤه كان مؤثره يعني الفاولات او ركلات الجزاء كانت واضحه جدا وجوده يعني وجوده ان انت طبعا يعني ما فيهاش بس يبقى برضك يعني 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 برضك غياب مثلا الفار برضو يعني لغزز محمد يعني انت وبعدين طيب وبعدين يوفروا يعني وبعدين طيب يعني ايه الحكمه في ماتش زي ده ما تبقاش يعني ايه يعني هيكلفك كام برضو هم بيعتبروا ما برضك سؤال ده يعني سؤال ما انت النهارده لو في فار كانت نتيجه المباراه دي ممكن اتغيرت نتيجه المباراه دي كان ممكن اتغيرت بس هو اعتبر ان الدور ده يعني ده البطوله الرسميه بتاعتك الامور سهله الانديه الكبيره بتواجه انديه في القسم الثاني والثالث كل نادي في مضمون شويه الانديه انت اول كلمه يا اسمع محمد اول كلمه اقول لك مفاجاه الكاس يعني احنا دايما في اي منشط كده بنكتب مش عارف ايه كلمه محفوظه كده يخشى مفاجاه الكاس فده معروف يعني هي فكره برضه الاعتماديه اللي بقت عند الحكام على الفار دي لازم يراجعوا نفسهم لازم بريرا يكلم حكامه فيها النهارده مثلا ماتش انتر وميل مره واحده تعمل الفار لا الحكم اللقطة اللي عايز اعلق عليها الحكم شاف ضرب جزاء للاوتارو مارتينيز في انتر هو شافها ان هي ضرب جزاء فصفر ضرب جزاء كان ممكن جدا يستنى ان الفار وخصوصا ان وقع والكرة خلاص وقفت هو الفار لازم يستدعيه بقرار عكس الحكم فايه اللي حصل الحكم مع انه منزانه واحد من اشهر حكام العالم وبيحكم سيمي فاينال اوروبا صفر ضرب الجزاء الفار رجع اللقطه لقاها مش ضرب الجزاء فقال له تعالى بص على الشاشه فراح بص على الشاشه لقاها مش ضرب الجزاء رجع لغاها ولغى الانذار بتاعه لا فيها حرج ولا فيها عيب على الحكم بس هو صفر على اللي شافه دي حاجه بتضيف لك طبعا يعني دي هو معموله مش عشان تحرج والفار معموله عشان تحرج الحكم ما هو برضو دي تقنيه بتضيف للحكم ما هو برضو يا بليغ لازم برضو احنا نتعامل مع الفار بنفس المنطق اللي الناس اللي بتعامل عشانه الناس لو انت رحت للفار 15 مره في الماتش الناس بتعتبر الفار مش موجود عطلان تمام لدرجه اتهموا ان الفار في الماتش الزمالك والاهلي ما كانش موجود مستحيل يعني لا طبعا هل يجوز بالمناسبه هو الفار كان في اللقطه دي بس يعني انا مش فاكر ان الفار ظهر في المباراه دي ليه لانه اختلف مع الحكم بالظبط لكن لو ما اختلفش ما هو انت 90 عادي يا دكتور وليد الفار لا يستدعي وجوده يعني الفار لو قال لك انا اهو لو كان موجود في الماتش بتاع الكاس ده كان اكتر المباراه غيرت انا قصدي ايه ما هو الفار لا يجب ان يستدعي الحكم الا لو انت متاكد 100% قرار مخالف لقرار الحكم فمثلا في بينالتي في ماتش الزمالك وبروكس اللي بروكس او للزمالك مثلا الحكم ما حسبوش وليد عبد الرازق ما شافوش الفار شايف ان الكره بينالتي هو لازم الحكم يرجع بيدي بينالتي تبقى عارف فعلا هنا ان الفار تدخل وهو صاحب القرار برضه بالمناسبه طبعا الحكم في النهايه صاحب القرار بيبص لكن احنا في استخدام للفار بيحرج الحكم يعني انا شفت في تعالى كل حكام فار بيبقى واخد قرار فالفار يستدعيه فيرجع بنفس قراره يعني بيرجع يقرر نفس قراراته وانت بتحرجه طب ما ده يا استاذ محمد يرجع بقى ما هو انت دورك كرئيس لجنه الحكام طبعا تاهيل يعني الحكام اللي على الفار كمان يعني ممكن واحد يقعد على الفار معلش مش عارف يستخدم ابعاده وما بيستخدمش طبعًا طبعًا فلازم كل ده تدريب واختبارات يعني كابتن جاد جريشه حتى ونفس تطوير الفار يعني هو بيتقال في مصر برضو هو لفت نظرنا كابتن اللي موجود هنا برضو يعني عاوز يتطور نفسه بس كابتن جاد جريشه لفت نظرنا لما بنقول على ماتش الزمالك الاهلي وبيراميدز في السوبر وانه ما راحش الفار وانه في قال لك يا جماعه الناس دي بتتدرب على ايد خبراء الفيفا اسبوعيا فهو لن يستخدم الفار 100% الا لو متاكد من قرار مخالف لقرار الحكم مش هيبقى عبء على المباراه انما احنا هنا في هيبقى عبء الفار هنا ممكن يبقى عبء على المباراه وتوقف كل شويه شوف كم مره الحكم بيروح يرجع بنفس قراره صح. طب استدعيته ليه؟ كان بتعمل في الريتم لان اللعيبه كمان بتعتبر ان الفار استدعاك معناه ان القرار في حاجه انت عندك مشكله وده حق اللعيب لان الفار معناه اختلف معاك طبعا لكن انت عارف تقول له ايه
انا مش متاكد قوي. تعال بص عليها انت يعني بقى انت اللي عندك الخطوط وعندك التكنولوجيا وعندك الزراير وانت اللي بتعيد في غرفه الفار وبتقول انا مش متاكد وبتقول له تعال بص انت يا عم ماليش دعوه. ولو الفار مش مليون في الميه بقى قرار حكم صح بالمناسبه يعني ما يستدعيهوش ما دام مش متاكد مليون في الميه يبقى اللي خده الحكم هو قرار صحيح. نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم. يعني احنا اهتماماتنا كلها على مباراة الاهلي والترجي مفيش شك، ما هي الحدث الحدث، لكن ما تنساش ان في مواجهة صعبة جدا جدا برضو الناحية التانية بين سان داونز والوداد. طبعا شايف الماتشات دي ازاي برضو؟ بص يعني وهتابعها كويس جدا يا ما مباراة مهمة انت عارف في ناس عاملة فزاعة اسمها سان داونز دلوقتي خلي بالك الحظوظ 50-50 الوداد مش سهل. ما تتفاجئش ان الوداد هو اللي يتأهل بالعكس. عارف كمال زعيم اللي كان معانا التونسي رشح الوداد قال لك الكسبان من الاهلي والترجي هيكسب البطوله دي. بس اقول لك يا استاذ محمد المره دي الدور ده بالذات يعني على عكس السنه اللي فاتت تحس انه الناس عندها جزم بالبطلين بتوعهم. يعني الناس عندها دلوقتي يعني الغالبيه الاهلي وصن داونز. يعني انا من فتره ما شفتش الناس حاسه ان الدور قبل النهائي ده يعني مضمون لفريقين بتتعامل معاه بالطريقه دي. حتى انا بقرا يعني الصحف بره شويه هنا وهنا يعني اول مره بشوف انه الناس حاسه انه الفريقين في دور الاربعه ده مش الناس مش بانيه على الجهاز الفني لكن في النهايه دي فرق كبيره تقدر تقوم بسرعه. الناس مش واخده بالها تحصل مفاجآت. صن داونز خط دفاعه ضعيف وصن داونز بيستقبل في كل المباريات تقريبا يا استاذ محمد كل المباريات اللي بيواجه فرقه عندها خط هجوم بيستقبل اهداف. يعني لما لعب شباب بلوزداد مع انه اضعف فرق الدور ده دخل فيه اهداف في الجزائر ودخل فيه اهداف على ارضه. لما لعب الاهلي وكان متفوق على الاهلي ذهابا وحتى ايابا معظم فترات الجيم استقبل هدفين من الاهلي هنا وهدفين من الاهلي على ارضه وهو جاب خمسه بس استقبل هدفين. فالتفاصيل اللي زي دي في المقابل فريق الوداد قد لا يكون قوته الهجوميه زي السنين اللي فاتت بس فريق دفاعيا قوي يقدر يحرم صن داونز من انه يهدده طول الوقت ويقدر يستغل كرات ثابته. هم بيلعبوا على دي بشكل كويس جدا والتحولات يقدروا يسجلوا بسهوله في صن داونز. فما تتفاجئش ان الوداد يتخطى صن داونز في الدور ده. انا شايف الحظوظ 50-50 طبعا ككوره وحاجه بايخه الماتشين في وقت واحد. يعني ما الاتحاد الافريقي احيانا حاجه بايخه قوي كده يعني يعني الوداد وصن داونز في 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 ملعب محمد الخامس في المغرب والترجي والالف في استاد رادس الاثنين الساعه 10 بالليل. ما اعرفش تسويقيا هو ايه مستفاد ايه ده مش يعني حتى في دوري ابطال اوروبا شفت تلاقي الماتش الاولاني امبارح مانشستر سيتي مع ريال ومانشستر سيتي والنهارده الميلان انتر ميلان يعني انا والله الاسبوع الجاي نفس الكلام. يعني انا جوارديولا دلوقتي لما كان بيتكلم فحد كان بيساله يقول له احنا كنا متخيلين يعني في معنى انت هتكسر الدنيا وهتخلص من هنا. يعني الراجل بيقول لك تخيل زي ما انت عايز ده حاجه يعني الراجل ترجع لك انت سخر بالسؤال ترجع لك انت انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت ما تعرفش انا بلاعب مين وتاريخه ايه؟ فحتى فكره الاحترام يعني جوارديولا دايما متعالف لانه بيتكلم ازاي كده وقال لك لا وحتى العوده يعني مثلا دايما لا بس هو اتلسع بالشوربه السنه اللي فاتت برضه طبعا لا هو خلي بالك يعني خد بالك السنه اللي فاتت كان كسبان لاخر دقيقه ده الريال جاب جولين في اخر دقيقه بس رودريجو شوف رودريجو لما يعني نزل غير اخر دقيقه الريال رغم ان هو يعني بيلعب بصراحه في البطوله الاوروبيه غير الدوري لكن السنه دي انا حاسس انها للسيتي ان هو ممكن يجمع كل البطولات السنه دي اللي بيشارك فيها يعني وخاصه انه على ملعب الاتحاد برضو المعمليه مش هتبقى طب انا بفوت لك حاجات كتير هنا يا بليغ يعني الريال ليه بس يعني اعتقد الوداد وصن داونز السبت الساعه 10 مش الجمعه السبت لان انا فاكر ان هم لما حددوا سبت وسبت الماتشين بتوع الوداد وصن داونز اعتقد يعني والاهلي والترجي جمعه وجمعه انا قدامي الاثنين هتاكد برضو اهو فانا مش مع ان الناس يا استاذ بليغ تحسم ان صن داونز هو المتاهل. يعني صن داونز فرقه كوره حلوه عندها وسط واجنحه وانا بقول لك المره دي لا يعني الناس يعني ايه بس الوداد الستايل فرقه تعرف تكسب الوداد السبت مظبوط برافو عليك النسب مرتفعه يعني النسب المره دي يعني مرتفعه قوي للاهلي وده وبينه وبينك صن داونز على اللي عمله السنه اللي فاتت في برضه كان ظهوره في المتميز في دوري بس يبقى مؤكد هو صن داونز الوداد في المغرب السبت بالليل مش الجمعه السبت الساعه 10 بتوقيت مصر والاياب برضه هيبقى السبت قدامي 11 بتوقيت مصر احنا عندنا ساعه خد بالك ولا ايه اعتقد 10 بتوقيت مصر 10 بتوقيت مصر والاهلي الساعه 10 بتوقيت مصر يوم الجمعه
يعني سبت وسبت والاهلي وترجي جمعه وجمعه هو مظبطينها كده. فانا شايف ان المباراه هتكون صعبه جدا. الوداد هيعرف يهدف صن داونز ويقدر يحمي مرمى طبعا ككوره. لا صن داونز يعني هتبقى احلى لو الاهلي وصن داونز حتى عشان الجمهور الاهلي كده للصقر اللي بالك. الاهلي وصن داونز افضل للاهلي من الاهلي والوداد في وجهه نظر يعني. الاهلي والوداد الماتش الثاني هناك خد بالك. الماتش الثاني هناك بقول لك الاهلي ان شاء الله ما يعني يوصل. هيبقى الماتش الثاني في الفاينل بره سواء في بريتوريا ان شاء الله او في أو في كازابلانك. انا شايف ان ماتش كازابلانك على الاهلي غير ان الوداد كمان الى حد ما عنده افضليه نفسيه انه كسب الاهلي السنه اللي فاتت, غير ان هم فرقه تعرف تتعب الاهلي يعني فرقه تعرف تخنق الاهلي. لكن صن داونز هيفتح جيم وكولر لو اتعلم من الماتش اللي فات انا شايف ان الاهلي اتعلم. خد بالك من بعد الماتش اللي فات ده لعب 8 ماتشات كسبان 7 ومتعادل 1 620 دقيقه بدون اجوال وما جاش فيه غير جول واحد يعني. شوف يا استاذ محمد الاهلي وصن داونز نسب الاهلي في الفوز اعلى. اهلي ووداد انا شايفها هتبقى 50-50. طب صن داونز ووداد مين اقرب؟ 50-50 حرفيا. لان الوداد هيعرف يجيب اجوان في صن داونز ويقدر يحمي مرمى يعني. الوداد لما بيدافع حتى الماتش الاولاني في المغرب والتاني بره خلي بالك من يمكن من موسمين يعني اعتقد من موسمين كان برضو صن داونز كان عامل نفس الحاله ومكسر الدنيا وكسبان كل الفرق. الوداد خرج من بترو اعتقد السنه اللي فاتت واللي قبليها اعتقد كان خرج من الوداد يعني عشان كده انا بقول لك في فرق بتعرف تتعامل يستحق يوصل للنهائي يعني. عامل الموسمين السنه اللي فاتت يستحق فيهم يوصل للنهائي. ايه بس بيقابل فريق كبير برضه. طبعا هو ما السنه اللي فاتت ما يعني هو عامل زي السيتي في اوروبا كده. هو في افريقيا كان زي السيتي يعني. صن داونز هيبقى زي السيتي لو السيتي عدى ريال مدريد صن داونز هيعدي الوداد يعني. السيتي فرصه كبيره بقى دلوقتي كلام بليغ. مش لسه مديك عصير حصر. طب ايه الرياح. طب قول لي انت توقعاتك صن داونز ولا الوداد؟ لا انا بقول لك يعني صن داونز بنسبه كبيره طبعا الكره وبالذات الادوار دي فيها مفاجات. لكن النهايه هيكون صن داونز والنادي الاهلي. وهل هتكون ال11 للاهلي ولا صن داونز هيحقق اللي هو بيحلم بيه من فتره طويله؟ هو ده يعني صن داونز كسبها مره واحده. الناس ما انا بقول لك الناس متخطيه قدام الزمالك متخطيه الماتشين دول يعني. ما اعتقدش بنسبه يعني مش عاوز ابالغ لو قلت 80% الناس فعلا الناس متخوفه من الترجي. لكن في حاله اطمئنان يعني في حاله اطمئنان وكمان اطمئنان مش من مصر اطمئنان كمان انه الاهلي يعمل حاجه في تونس. تعرف حتى لما كسب صن داونز البطوله 2016 موسيماني برضه قدام الزمالك لو افتكرت الاحداث وقتها الزمالك كان القيد وكان عنده لعيبه قليلين بالظبط وفتح الماتش هناك كان راح مؤمن سليمان. مؤمن سليمان فتح الماتش زي ما الاهلي فتح كده رايح فخسر ثلاثه ولا راح يخلص الماتش هناك. فخسر ثلاثه كان راح يكسب هناك. وهنا الزمالك كسب واحد كان ماتش كبير. الكارثه ان هو وضاع منه فرص راح يكسب هناك يعني لعبهم. شوف الكابتن وليد بيتكلم الدكتور وليد عن انه دايما مشكلته في دفاعه. وانت لما بتلعب معاه يعني على الارض بيبقى عندك بيبقى دايما صن داونز متميز فيه من 2016. فانت رايح هناك كابتن يعني ما اعرفش كان واخده يعني لفظا الغرور واخده بطريقه غير عاديه. انت رايح تلعب هناك ويعني كانت الناس كلها متشوقه لبطوله افريقيا. ايه اللي بتعمله انت هناك رايح تعمل ايه؟ فاللي خسر بصراحه كان البطوله دي كان التفكير بتاع المدرب. هو صن داونز بيلعب اللعب المفتوح ده بقاله سنين بالظبط. بيلعب لعب يعني. مفتوح. انا قلت لك هو اقرب كان للسيتي في السنين اللي فاتت في اوروبا. لو يلعب لعب مفتوح وكره جميله ونكمل. بس مش دايما الكره الجميله هي اللي بتكسب بطولات. اللي بيكسب بطولات الواقعيه. والله لو انت تقدر تلعب كره جميله وتكسب يعني اهلا وسهلا تبقى عظيم جدا. لكن ريال مدريد السنه اللي فاتت قدام ليفربول وان سايد جيم ليفربول يا استاذ محمد. طب ليك توقعات لنتيجه الماتشين اهلي وترجي؟ الاهلي زي ما قلت لك هيعود بنتيجه ايجابيه تضع قدمه في النهائي. الايجابيه دي اللي هي ايه؟ التعادل. نتيجه تعادل يعني. مش الاهلي مش هيخسر هناك يعني. ممكن نتيجه سواء تعادل سلبي او تعادل ايجابي. لكن الاهلي لا اتوقع خسارته. والوداد وصن داونز صن داونز هي ممكن ما حققش تعادل ممكن يرجع بهدف كمان من كسبان. وليد توقعاته؟ الاهلي والترجي هناك اعتقد ان الاهلي يقدر يكسب ان شاء الله في تونس. انا متوقع 2-1 للاهلي. انا متوقع ان الاهلي يقدر يكسب ان شاء الله في تونس. وصن داونز الوداد لا انا اتوقع فوز الوداد في المغرب. فوز الوداد. عموما سنرى خلاص كلها 48 ساعه اكيد. تعالى نكسب افريقيا يا شباب. هنختم بتعالى نكسب افريقيا. تعالى عشان نهدي هذه الاغنيه تعالى نكسب افريقيا للاستاذ بليغ ابو عيد
وانا عن كل محبه والله اتمناها للنادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي طبعا. بليغ ابو عايد شرفتنا النهارده. انا اللي بتشرف بيك دايما دكتور وليد. شكرا وليد الحديدي شرفتنا النهارده. شكرا يا محمد. شكرا لزميلك. زي ما قلنا تعالى نكسب افريقيا ان شاء الله الاهلي يوفق في هذه المباراه الصعبه. كده احنا وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله في تمام الحلقه 10 مساء بمشيئه الله حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.